ننتقل مشاهدينا إلى المحور الثاني الذي هو في الجوف طبعا، حيث شهدت الساعات 24 الماضية معارك عنيفة وأخرى متقطعة في مديريتي المتون وخب والشعف. الجيش الوطني طبعا تصدى لهجوم شنته الميليشيات على مواقعه في منطقة الخرشة والخليفين بخب والشعف، أيضا في جبهة المتون دارت معارك عنيفة تحديدا في جبهة مزوية إثر تصدي الجيش لهجوم أو الميليشيات. معي عبر الهاتف لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع السيد رئيس المجلس الإعلامي لمحافظة الجوف مبخوت عدبان، أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا بكم. طبعا شن طيران التحالف غارات استهدفت تجمعات للميليشيات في وادي المتون جوار بيت محسن القاضي جنوب قرية آل عبدان. حاليا ما هي جديد جبهات القتال في الجوف بشكل عام؟ مرحبا واهلا جميعا. كما تعلم اخي العزيز ان جبهات المحافظه تشهد مواجهات متفرقه من وقت الى اخر في اغلب الجبهات القتاليه في المحافظه. كان خلال اليومين الماضيين في جبهه المزويه وجبهه المصلوب بالاضافه الى جبهه حام شهدت عدد من الاشتباكات العنيفه بالمدفعيه وتسبب الاطلاق النار بشكل كثيف. الحمد لله تمكن الجيش الوطني من صد محاولة تسلل فاشلة قامت بها الميليشيات مستغلة الظروف المناخية المتغيرة في المحافظة والحركة الرمال المتحركة خلال اليوم الماضي وانحجاب انعدام الرؤية، لكن كان يقظة رجال الجيش لهم بالمرصاد. فالحمد لله تم صدهم والحاق خسائر بهم في هذه الجبهات بشكل متواصل. الطيران التحالف العربي نفذ ضربة موفقة في جوار بيت ابن عبدان، اكدت مصادر محليه بانها استهدفت بدقه عناصر الميليشيات مع اعتاد عسكري، هذا فيما يخص جبهه متون. اما فيما يخص جبهه المصلوب وادي سداح واللبه والسابيه شهدت خلال اليومين الماضيين وفي هذه اللحظات مواجهات شرسه بالمدفعيه وتبادل قصف عنيف. تمكنت الابطال في الجيش الوطني من اصابات اهداف محدده في احياء الميليشيات، كما تم في هذا ايضا السيطره على طاقم عسكري لاحد قيادات الميليشيات وتم الاستيلاء عليه وهو الان في حوزه الجيش الوطني وتم تسليمه الى قياده المنطقه العسكريه السادسه. سيد مبخوت، يعني بعد كل هذه الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني وأيضا قصف التحالف على الميليشيات، هل لا يزال الحوثيون يحتفظون بقوات عسكرية كبيرة في الجوف؟ لا زال الحوثيين انهم مشكلة الحوثيين تمثل في المناطق السكانية والمهولة بالسكان والمزارع، فبالرغم من المعنويات المنهارة التي يتمتع بها الحوثيين وقلة الأفراد العتاد إلا أنهم يستطيعون الاختباء داخل التجمعات السكنيه او المزارع، فمن هذه الناحيه يصعب بشكل افضل يعني مواجهتهم مباشره، لذلك يصعب عمليه استهدافهم بشكل دقيق لانهم انسحبوا الان الى الوديان والمزارع والتجمعات السكنيه خاصه في مديريه المتون وما غربها. نعم، ما هي المديريات التي لا يزال الانقلابيون يقبعون ويتمركزون فيها بالجوف؟ الحوثيين هم مرفوضين شعبيا ومحليا، يتراكز نفوذهم بسطوه السلاح في مناطق غربي الجوف، ضرط، مديريه الزاهر، اجزاء من مديريه المتون، هذه المديريات الغربيه المحاذيه لمحافظه صعده محافظه صعده. اما الحاضنه الشعبيه رافضه كليا وجمله تفصيل تصرفاتهم وفكرهم. نعم، يعني تتوقف المعارك كما نرى من حين الى اخر في الجوف، او بالاصح أود أن أسألك لماذا لم تستكمل عملية تحرير محافظة الجوف حتى اليوم؟ أخي العزيز، كما تعلم محافظة الجوف مترامية الأطراف، الجبهة ممتدة على 170 كيلو. هذه الجبهة مساحات شاسعة من المناطق المحررة تحتاج إلى الكثير من العتاد البشري والعتاد العسكري لحمايتها وتأمينها، بالإضافة أن العدو استنفذ كل ما لديه من خطط عسكرية وقتالية في زراعة الألغام والتخندق في المناطق السكنية المأهولة بالسكان. فالحمد لله أن الأمور تسير بشكل طبيعي وطيب. في هذا اليوم يعني تم انضمام قيادي حوث من الميليشيات في مديرية المصلوب اسمه حميد علي قراط، وتم استقباله من قبل وكيل المحافظة وقيادة المنطقة.
وهذا يعكس التذمر والغضب الشعبي من أوساط الانقلابيين أنفسهم. فهذا الشخص اليوم المنظم سبقه عشرات من القيادات الحوثية تنضم بشكل يوم بعدما تبين مشروع الحوثي وتغريده بالكثير من أبناء الوطن الشرفاء الذين عادوا صوابهم وعرفوا أنهم يقاتلوا على حق، قاتلوا ناس عايدين إلى منازلهم عايدين من أجل الوطن، وليس كما يصوره الانقلاب كولومبيين أو سنغاليين أو إسرائيليين. نعم، حدثنا قليلا عن جبهات المقاومة والجيش الوطني، يعني كم تبعد مواقع الجيش الوطني عن الجوف وأيضا جبهة البقع وكتاف بصعدة؟ نعم، الجوف يشمل أكثر من 7 جبهات. الجبهة القريبة من أم حادية للخط الدولي المملكة العربية السعودية الجوف، البقع هي جبهة صبرين وجبهة الخنجرة، وشهدت أمس وقبل أمس معركة في الخليفيين والفرشة، مواجهات شرسة مع أبطال الجيش الوطني. الحمد لله حقق الجيش هناك انتصارات نوعية، استطاع أن يسيطر ناريا على كثير من المواقع التي كانت تحصر فيها الميليشيات في هذه المنطقتين التي لا تبعد وتفصلها عن الخط الدولي إلا مسافات بسيطة. تنسيق جاري على الالتحام إن شاء الله في الأيام القادمة، الجبهة مع جبهة البقع إذا تمت الخطط العسكرية والتوافق عليها. أما جبهة الأخرى اللي هي جبهة حام الأعلى وهي عمد شمال المتون بالإضافة إلى جبهة مزوية، وفي المحور الآخر اللي هو جبهة الساقية الغيل المصلوب، هذه محاذية للسلسلة الجبلية لجبال يام، وهي الآن على مقربة من جبال نهم وعلى مقتربة من ميمنة الميمنة في الجيش الوطني في المنطقة 7. بالإضافة أن أبطال الجيش هناك يؤكدون مشاهدتهم لكثير من تبادل إطلاق النار في جبهة نهم. الورقة كانت مدخل الحوثيين أو الميليشيات الآن في وضع لا تستعد عليه، مخنوقة من حيث طريق الإنسان، من حيث السيطرة النارية. نعم. فكل يوم تضيق عليهم مساحة هذا الوطن. نعم. إذن رئيس المجلس الإعلامي لمحافظة الجوف السيد مبخوت عضبان كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نذهب إلى فاصل ونعود لاستكمال آخر محور في استديو المنتصف لهذا اليوم، ابقوا معنا.